خلقت الاستثمارات الخاصة بولاية معسكر فضاء إنتاجيا خاصا بها والعينة مجمع حمدوش النموذج الرائد في إنتاج بذور البطاطا بدائرة عوف. المزيد في سياق تقرير غنية غالمي. بعزيمة رفع مجمع حمدوش التحدي في مجال الفلاحة في مختلف الشعب بدائرة عوف، إذ يعتبر رائدا في إنتاج بذور البطاطا بمختلف أنواعها. احنا واحد من المنتجين اللي يحاولوا بقدر ما يستطيعون تقليص يعني الاستيراد من الخارج للبذور. راه عندنا هنا تقريبا 600 قنطار بطاطا بذور اصناف صنف الذي يسمى بسبونتا وبارتينا ومانيتو. استطاع مجمع حمدوش الحصول على غرف التبريد من خلال قرض التحدي للحفاظ على المنتوج، فقدرة إنتاجه كافية لسد احتياجاته وحتى احتياجات بعض الفلاحين. مع شركة مجمع مومن، عملنا شركة مع هذا المجمع ورانا ننجو كذلك البطاطا والبذور. احنا نتوقع صار الاستهلاك تاعنا 100%. اون با بيزوان دو سومونس. الشيء اللي غادي ننتجوه غادي يكفينا ويكفي بعض الفلاحة اذا كان قصدنا باش نبيعوا لهم نبيعوا لهم. تشجيع انتاج بذور البطاطا على المستوى الوطني بات اكثر من ضرورة نتيجة الاموال الضخمة التي يكلفها استيرادها، ليبقى مجمع حمدوش واحدا ممن يشقون طريق التحدي.